سؤال بنسأله دايما، يجي العيان يقول لك ايه كل يوم؟ صح صح معايا بقى. انا مبدئيا كده بشكر كل اللي قاعدين معايا لغايه دلوقتي، يعني بجد يعني انا مرهق بس اللي قاعدين معايا لغايه دلوقتي يعني I can't thank you enough بجد بجد، ويا رب يكون اليوم ظريف. انا عن نفسي استفدت، وبشكر الدكتوره مناي والدكتور عظام وكل اساتذتنا، الدكتور بيومي طبعا قاعدين معانا لغايه دلوقتي، دكتور مصطفى حبيبي. يجي العيان يقول لك ايه؟ واللي سمع السؤال ده يرفع ايده. هو مفيش دواء جديد للصدفيه؟ هو مفيش علاج بقى للصدفيه؟ هي الصدفيه دي ما بقاش ليها علاج؟ حد سمع الكلام ده ولا لا؟ بتسمعه كل يوم ولا لا؟ تروح ردد على العيان وتقول له ايه؟ كل يوم في جديد، كل يوم في جديد. اقول لك يعني في علاج يودي الصدفيه خالص؟ اسمعوا كلامي ده، ماجد الشيخ 29/7/2021، بعون الله بعون الله بعون الله مش بعيد قوي هيبقى في علاج للصدفيه. يعني علاج عليك بعون الله within 10 years. طيب هو علاج الصدفيه كسيستميك ثيرابي بدا سنه كام؟ هتستغربوا جدا، الميزوتريكسيت 80. ايه ده؟ يعني في السبعينات ما كانش فيه ميزوتريكسيت؟ ما كانش فيه. الايرا والصيحات الرهيبه ميزوتريكسيت اسيتريتين، عارفين حكايه اسيتريتين؟ سنه 2000 كان اسمه تيجازون، عارفين كده ولا لا؟ فيتامين اي دريفاتيف اسمه تيجازون. عمل ايه دكتوره منال سنه 2000 2000 2000 عمل ديبريشن لكل اللي خدوه وسيفير باك ايك، راحوا لغوه التيجازون وطلعوا سنه 2004 ما يسمى بالنيوتيجازون اللي هو موجود دلوقتي باسم الاسيتريتين الصاحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد. ومين؟ سايكلوسبورن. طبعا ده بيستخدم من زمان، الادويه الجميله اللي انا بحبها، كل دي حاجات جميله وبتشتغل كانتي ميتوتيك. يعني انتي ميتوتيك؟ لسه كنت بقول للدكتور عصام هي الصدفيه ايه؟ لغايه قريب كنا بنقول ابنورمال ميتوزز، ابنورمال ديفيجن للسيلز بترمي لبره. عشان كده بقول لك ايه، اسمع الكلمه اللي بقولها دي دايما، الصدفيه مرض بناين يرتدي ثوب المالجنسي. مش في ابنورمال ميتوزز بس بيرمي لبره، غير المايكوزيس فانجويد ابنورمال ميتوزز ويرمي لجوه تارجتنج البلاد فيسل والليمفاتكس. صح؟ يبقى الصدفيه مرض بناين يرتدي ثوب المالجنسي. راح عملوا ايه؟ قعدوا يدوروا على ادويه انتي ميتوتيك، الميزوتريكسيت الصاحق الماحق، الاسيتريتين، النيورال، هايل. الى ان دخل في الافاق البيولوجيكس، ولغايه قريب لغايه قريب كلنا واساتذتنا يقول لك يا عم هكتب لعيان دواء بالاف الجنيهات، وما كناش تقريبا بنخوض في البيولوجيكس خالص، ويجي لك العيان يقول لك ايه؟ انا اقدر اشتري، اكتب لي. لا 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 لا، الميزوتريكسيت ده حكايه، ولو ما ينفعش السايكلوسبورون ده حكايه، ويا سلام عليك يا بروجراف. حد سمع بروجراف؟ بروجراف هو التطور الطبيعي للسايكلوسبورون، هو التطور الطبيعي للسايكلوسبورون اللي هو تكرولمس سيستميك. كل الحاجات دي على عيننا وعلى راسنا، بس السايد افكتس بتاعتها بقت عاليه، لغايه ما الصدفيه بدا يخش فيها او يبحثوا في الانترلوكين 17 و23 و12 و23 الهيلثي والنون هيلثي. الله الله الله، الموضوع بعيد عن انتي ميتوتيك خالص.
انا بعالج الصدفيه من اصولها. يعني ايه اصولها؟ تعال نشوف السكيم اللي انا عامله. طبعا احدث حاجه في الماركت اللي هو الترامفايا نتكلم عليه النهارده. بس تعال نشوف الحكايه ايه. سيمبليفايد باثوجينيس اسرايسس كنت عامله كرتون بس مش هعرض النهارده الكرتون. تعال تابع معايا. بيقول لك ايه؟ جينيتكس انفايرومنتال فاكتور. بص معايا، تنشط الكيراتينوسايت. الكيراتينوسايت تطلع تيومر نيكروزنج فاكتور. افتكريني، تطلع ايه؟ مش سامع. صح صح معايا. ها تطلع ايه؟ اول بيولوجيست كانت بتشتغل على التيومر نيكروزنج فاكتور. سبك بقى من البروليفريشن دلوقتي، انا عايز اعالج الديزيز من اساسه. يبقى جينيتيك انفايرومنتال فاكتور بكتيريا تنشط الكيراتينوسايت تطلع تيومر نيكروزنج فاكتور. التيومر نيكروزنج فاكتور تعمل ايه؟ تيجي على اللانجر هانز سيلز اللي في الابيدرمس في جلدي، تحول الان اكتف لانجر هانز. صحيت ايه لاكتف لانجر هانز. الاكتف لانجر هانز يطلع ايه؟ انت ممكن 12 و23. ايه انا فاكر ده بتاع شركة جانسون ده اللي بيشتغل على 12 و23. اسمه ايه؟ لا 12 و23 مين؟ لا مش كوزن شيكس. ها؟ اللي هو مين؟ اللي هو اسمه ايه بقى في الماركت؟ ها هدية على طول. مش كوزنتكس ولا ترينفايت. يبقى مين؟ ولا هاميرا. بس عليك يتاخد كل 3 شهور. استلارة. المهم تعالى بسرعة عشان عايز اخلص المصارعة. خلص المصارعة بسرعة. كيراتينوسايت طلعت تيومر نيكروزنج فاكتور، حولت الانكتف لانجر هانز لاكتف لانجر هانز، طلعت انتردوكن 23 و12. وخلي بالك من 23 ده عشان في عندي 23 حلوه و23 وحشه، يعني ايه تعرف حالك. راحت عملت ستيميليشن للتي هيلبر 17، دي مكتوبه غلط، وتي هيلبر 1. تي هيلبر 17 وتي هيلبر 1، ادي تي هيلبر. راحت التي هيلبر 17 طلعت انترلوكن 17، والتي هيلبر 1 طلعت انترلوكن وانترفيرون وتيومر نيكروزنج فاكتور. الانترلوكن مع التيومر نيكروزنج فاكتور تستيموليت الكيراتينوسايت. خلي بالك الانفلاماتوري لوب ده بدا باكسوجينس فاكتور. الانفلاماتوري لوب بدا بايه؟ انفايرومنتال دراج وات ايفر جينيتك فاكتور، وبعد كده هو اشتغل لوحده. بص اسمه ايه انفلاماتوري لوب. شغال بقى بال بيسموها ايه، بالقصور الذاتي بقى، شغال لنفسه. خلاص بقى تمشي معايا. مين هيقول معايا؟ الكيراتينوسايت هتطلع ايه؟ ها هيومن نيكروزنج فاكتور هتحول لانجر هانز لاكتف لانجر هانز. اكتف لانجر هانز هتطلع مين؟ انت فاكر كام وكام؟ 23 و12 استيموليت التي هيلبر 17 و12 استيموليت التي هيلبر 1، ودول هيطلعوا سايتوكاينز تروح تستيموليت الكيراتينوسايت وتديله. البيولوجيكس جت عملت ايه؟ بص الترامفايا ده احدث حاجه في الماركت، اشتغل على الانترلوكين 23، فالانفلامات اللوب دي وقفت. وحلاوته ايه؟ ان اورنج شغال على 0.12. عايزه تتكلمي بيه الترامفايا تتكلمي على كام؟ ها على كام؟ 0.12. عايزه تكلمي الترامفايا، تليفون ترامفايا كام؟ يبقى اورنج. لا 0.12 يعني ايه 0.12؟ باخد حقنه النهارده وحقنه بعد شهر
وحقنا بعد كده بعد شهرين، وكل شهرين ناخد حقنة. شفت الزيرو 12؟ حد يقول لي يعني زيرو 12؟ هيتاخد زي الترمفاية؟ ها؟ زيرو يعني النهاردة، واحد بعد شهر، بعد كده كل شهرين. حد هينساها؟ يعني أول سنة بس يا دكتور عصام هاخد 7 حقن، بعد كده كل سنة هاخد 6 حقن في السنة بس. فهشوف إفكاسي، وهتشوفوا دلوقتي الصورة بتاعت العيان. أنا اشتغلت بالترمفاية في 6 حالات بس، وهوريكم معايا الصور. يبقى الترمفاية رقم تليفونه كام؟ زيرو؟ زيرو 12. بس هو بيشتغل على الانترلوكين كام؟ 23 طيبة ولا الوحشة؟ هبيشتغل 23 طيبة ولا الوحشة؟ أكيد الوحشة، هيسيب الطيبة. تخضيش يا صافي. طيب البيولوجيكس كان عبارة عن إيه؟ عايزين نقفل الانفلاماتوري لوب. فأول ما فكروا زمان قال لك هندي تيومر نكروزنج فاكتور انهبيتورز. إيه تاني رسبت اسم القميء، سقطت تاني. ايه تاني رسبت، والايداليم ماب اللي هو الهيميرا، والانفكس ماب ريماكيل. الكلام دي خلاص استخدامنا ليها قل قوي 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 في الدرماتولوجي از تيومر نكروزنج فاكتور. اتنين، اللي بيشتغل على الانترلوكين 17، يا سلام عليه، سكاكينو ماب، الكوزنتكس الكوزنتكس الكوزنتكس. وعارفه بيتاخد ازاي؟ زيرو، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني 5 جرعات كل أسبوع، حقنتين. الكوزنتكس بيشتغل انترلوكين كام؟ أنا مش سامع يا جماعة، إحنا نبنى. انترلوكين كام؟ 17. بيتاخد ازاي؟ زيرو، يعني النهاردة والأسبوع الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده 5 أسابيع، ده اسمها اللودينج دوز. بعد كده اخد حقنتين كل شهر. وكان من قريب هو الكينج ده اللي هو مين؟ كوزنتكس. هاي قال بقى، او كان موجود الاستيلاره اللي بتشتغلها انترلوكين 12 و 23. خلي بالك خلي بالك، انتوا شايفين الطب راح لفين؟ انتوا شايفين الطب راح لفين؟ احنا في الاول بناخد علاج انتي ميتوتيك على اساس ان الصدفيه مرض بناين يرتدي ثوب المالجننس في ابنورمال ميتوزز، صح؟ فيزيوتركسيت سايكل سبور. لا 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 لا، ده الطب دلوقتي بيشتغل على الانترلوكين. مين حافظهم معايا؟ مين يقول لي؟ شفت الانفلامات اللوب ده مهم ازاي؟ جمعت لي تقريبا كل البيولوجيكس في الصوره دي اللي ريليتد للسورايس. هنا بيقول لك ان البيولوجيكس بدات الشغل عليها من سنه 80، بقت ليها رولز كبيره قوي في 2010. بدانا في مصر تقريبا نستخدمها في 2010 في مصر، في المانيا من اول البلاد اللي استخدمتها. وطبعا دلوقتي قريب قوي اللي ما بيشتغلش بيولوجيكس مش هيعرف يشتغل. عارفين ليه؟ عشان هيوقفوا حاجات كتيرة قوي من اللي احنا بنلجأ ليها في علاج السورايس. Challenges of living with psoriatic disease. طبعا زي ما عارفين psoriasis chronic disease. انا بقول دايما يا دكتورة منال للعيان كده، الصدفية مرض مزمن ما بيخلصش بس ما يتسابش. طب لو ساب It's a systemic disease. أول حاجة يضربها لك مفاصلك. So مرض، وأول كلمة تقول على العيادة مرض مزمن ما بيخلصش بس ما يتسابش. احنا اتكلمنا على تيومر نكروزنج فاكتور، اتكلمنا على الانترلوكين 17 صح، 23 و12 بس. حد فاكر التيومر نكروزنج فاكتور؟ غمض عينيك كده هتلاقيها فاكرها. ايوه، اللي كانت نازله من الكيراتينوسايت. في
فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون. فصبر جميل. طيب احنا قلنا تيومن نيكروزنج فاكتور انترلوكن 17 12 و23 و23 فيها الطيبة والشريرة. طيب تعال نشوف كده انترلوكن 23 as a master regulator في الجلد. الدندريتك سيل، فاكرين الدندريتك سيل؟ فاكر الرسمة بتاعتي كرتون بتاعي فاكرها؟ كنت بقول لك ايه لانجرهانس ان اكتب بقى اكتب بدت تطلع انترلوكن 12 و23. انا بكلمك على 23. بصي دندريتك سيل هتطلع انترلوكن 23. في الجوينت ماكروفيج هتطلع انترلوكن 23. في الجي اي تي اوه عشان كده الكرونز ديزيز عارفين ولا لا بنديله الترامفايا برضو ليه؟ عشان في الجت الدندريتك سيل واللانجرهانس سيل في الجت بتطلع انترلوكن 23. ده غير بقى النايفتي سيل بتطلع انترلوكن 17 انترلوكن 23 هيطلع او استيموليت التي هيلبر 17 في كده كنت كاتبها غلط بقول لكم دي تي هيلبر 17 التي هيلبر 17 هيطلع انترلوكن 17 يعمل لي صدفيه يعمل لي سوريتك ارثرايتس يعمل لي كرونز ديزيز. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ حد متضايق؟ تاني انترلوكن 23 انترلوكن 23 ده حكايته ايه؟ جاي منين؟ من الدندريتك سيل في الجلد والجوينت والجي اي تي. يبقى الانتي انترلوكن 23 اللي هو الترامفايا اللي بتكلم عليه النهارده هيشتغل على الجلد صدفيه يشتغل جي اي تي ويشتغل على الجوينت. طب خلي بالك من السلايد اللي جاي ده. وات ترامفايا كان اوفر فور سيرياتيك بيشنت سوبيريور سستيند. انا بدي حقنه كل شهرين 0.12 فاكرين؟ سيف اند سيمبل. اول سنه بدي 7 حقن في السنه، بعد كده كل سنه بدي كام حقنه؟ 6. سوبيريور سستيند سيف اند سيمبل. محدش يتضايق من الصوره دي. عارف انا الحاجات العلميه في اخر اليوم دي الواحد بيبقى في طراوه، بس ركز معايا وارجع تاني واقول لك ريحني الله، الله يخليك عشان المركب تمشي بيا وبيا وبيا وارجع تاني واقول لك الدندريتك سيل الدندريتك سيل هتستيموليت او هتطلع انترلوكن 23. بص بص عشان ايه ما غتتش عليكم نفس الكلام اللي بقوله. الدندريتك سيل هتطلع انترلوكن 23 بس عندي انترلوكن 23 حاجتين نون باثوجينيك تي هيلبر 17 وحاجه بتستيموليت الباثوجينيك تي هيلبر 17. تاني 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 الدندريتك سيل زي ما متفقين هتطلع انترلوكن 23 وحاجه اسمها نون انترلوكن 23 دي هتستيميت النون باثوجينيك تي هيلبر 17. تي هيلبر 17 مش كلهم وحشين تمام يا جماعه؟ والباثوجينيك انترلوكن 23 باثوجينيك تي هيلبر 17. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الترامفايد ده دواء ذكي ليه؟ تارجتنج النون باثوجينيك اسف تارجتنج الباثوجينيك انترلوكن 23 معايا ولا لا؟ احنا بنقول انترلوكن 23 واحد طيب وواحد وحش. طب اضرب الوحش اضرب الطيب ليه؟ هو تارجتنج الباثوجينيك انترلوكن 23 اللي هي بتستيموليت الباثوجينيك تي هيلبر 17 اللي هي بتطلع الانترلوكن اللي بيعمل لي الصدفيه. طيب سيبك من دي، هو نفس الكلام اللي فات ونفس الكلام دندريتك سيل ط
بتطلع الانترلوكين 23، الباثوجينيك انترلوكين 17 والنون باثوجينيك. انا الباثوجينيك هي اللي بتضايقني، فهو تارجتنج الباثوجينيك انترلوكين 23. طيب حد فاهم حاجه؟ حد متضايق؟ طيب الاكليبس ستادي، دي ستادي لما تحب تقارن اتنين ممثلين، اقول لك عادل امام، تروح تقول لي احمد زكي مثلا، ام كلثوم اللي فيروز مثلا، محمد صلاح لك ميسي، صح؟ ينفع محمد صلاح مع الدكتور عمرو البنهاوي؟ لا ما ينفع. فاكليبس ستادي دي ستادي لطيفه جدا، عملت ستادي بتوين، انا بسميهم الاثنين الكبار، الترامفايا والكوزنتكس. حد يفكرني بقى الترامفايا دي بتتاخد ازاي؟ ها 0-12 زيرو بعد شهر وبعد كده كل شهرين، قشطه. طيب حد يفكرني الكوزنتكس بيتاخد ازاي؟ 0-1-2-3-4، خلي بالك من زيرو دي، زيرو عن النهارده، 0-1-2-3-4 يعني 5 جرعات لودينج دوز، بعد كده كل شهر حقنتين. حلو. فالترامفايا لما بحب تنزل السوق بتقول انا احسن، انا الاحسن، انا الباورفول، انا ذا سوبيريور، انا ذا موست افكتيف، انا ذا ليست سايد افكت. قلنا له ورينا بياضك، ارمي بياضك، ايه دليلك؟ قال لك والله هنخش في كومباريزون استادي اسمها اكليبس استادي فوق 1000 عيان، هيقارنوا الافكسي والافكت والسايد افكت بتاع مين ومين؟ ترامفايا والكوزنتكس. The first head-to-head double-blinded phase 3 clinical trial of interleukin 23 inhibitor versus interleukin 17. interleukin 17 اللي هو مين؟ ها؟ كوزنتكس اللي بيشتغل على interleukin 17؟ معايا ولا لا؟ تمام. أنا عارف بقى الشارتس دي والحاجات دي بتجيب لكم الشلة للرعاش، فأنا إيه واحدة واحدة كده نفهمها مع بعض. انا عارف انا خبره، يشوف الشارت دي يقول له يا نهار اسود. ماشي، تعال نشوف الحكايه. موضوع بسيط جدا 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 جدا. الاكليبس ستادي دي ما بين الجيس ليكوماب اللي هو ترامفايا والسكيكينوماب اللي هي الكوزنتكس، عملوها لمده 48 اسبوع اللي هو تقريبا سنه او 336 يوم بالظبط، 48 اسبوع. تمام. وقال لك هندي العيان الجرعه بتاعت الترامفايا والجرعه بتاعت الكوزنتكس، بس عشان يضحكوا على العيانين بيعملوا حاجه، عشان يضحكوا على العيانين، العيان ما بيعرفش هو بياخد ايه، فعملوا ايه؟ عيان الكوزنتكس، حد يقول لي الكوزنتكس سكاكينه ماب هياخد ازاي؟ ها سكاكين واب 0-1-2، فدى جرعة السكاكين واب للعيان وجه على الترامفايا ادى نفس الجرعة، بس ادى صلاين في الجرعات اللي هي مش 0-12. هتفهم حاجة؟ لا دكتور ماجد وحضرتك مالكش ليميت في الكلام. لا لا 6 دقايق و17 ثانية، 6 دقايق 17. هو جميل والله، جميل جدا، بس خلاص انا عارف. طب خلاص. احنا بنقول the primary end point was the proportion the patient achieving باسي 90. عايز اسال بس سؤال للجونيورز، بس ايه الفرق بين الباسي سكور والباسي؟ يعني ايه باسي سكور؟ باسي سكور ده هو سكورينج اوف سورايتيك اكتيفيتي،
بيبقى من 0 لـ 72 بيس سكور. انما بقول لك بيسي 90 ده وصل لـ90% امبروفمنت. اقول لك بيسي 100 يبقى وصل لـ100% امبروفمنت. خلي بالك لما تيجي تذاكر حاجه اسمها بيسي سكور سكورينج. هنا وهنا بدي السكورينج بيبقى من 0 لـ72 ده الباس سكور. انما باسي 90 يعني حصل امبروفمنت 90% او 100%. هنخلص اهو دكتور عصام على طول. لما نيجي نشوف في الاكليبس برسنتج اوف بيشنت اشيفنج باسي 90 ريسبونس. بص 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 هتلاقي الترامفاي اللي هو الازرق والكوزنتكس اللي هو الاسود. هتلاقي ان الترامفايا وصل لدرجه اعلى من الكوزنتكس والاثنين محترمين. نفس الكلام هنا هتلاقي بقى الكوزنتكس تفوق على الترامفايا في حاجه واحده، سرعه الوصول لباسي 90. الكوزنتكس يسبق، عارفه بيسبق بقد ايه؟ 6 ايام. بس لما تشوف الجرعات والحقن الكتيره اللي بتاخديها والسايد افكت اللي ممكن تحصل ان كومبارزن بالسيفتي العاليه بتاعت الترامفايا لما تسويش. ده اكليبس ستادي ترامفايا بروفايد نيوميريكالي هاي ريسبونس ريت بيز اون باسي ثريشولد زين السكاكينوماب اللي هو الكوزنتكس. هتلاقي دايما الترامفايا في وصوله للباس سكور اعلى بكتير من او اعلى بلاش بكتير من الكوزنتكس. طيب طبعا الاستاديز هنا كلها عشان ما اطولش عليكم، هتلاقي طبعا النت ريزلت في الاستاديز اكوردنج للبادي ويت للتايمينج للدوز للريسبونس بيتفوق الترامي فاي. قبل ما اخلص المحاضره انا جايب لكم معايا موديل للحقنة. دي الترامفايا بتتباع كده للعيان. بتتاخد ازاي دي؟ نمرة تليفونها كام؟ 012. بكام؟ كام؟ الحقنة ب 17 بس بيعمل لك اوفر. كل حقنتين عليهم حقنة فري. بص معايا بقى. ايه؟ حد عايز يجرب؟ ولا بنت ولا حاجة. بص بتخلص ازاي؟ اهي كده؟ لا 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 مفيش سلم، جرب حطيه على عينك من فوق. Very simple to be applied. اه طبعا طبعا في كل المؤسسات الكبرى زي الشرطة والجيش والقضاء ودلوقتي بنفقة الدولة وفي التأمين الصحي بيتكتب رابورت للعيان وبتتصرف للعيان. يبقى نرجع ونقول آخر حاجة خالص و واتس نيو؟ إيه اللي عندك؟ فين ال بتاع فين؟ طيب انت ماجد يا شيخ جربت الترامفاي؟ اه 6 حالات منهم الحاله دي. بصوا معايا يا جماعه، بصوا يا جماعه الحاله دي دكتور عصام ولد من اسكندريه بيجي لي. الحاله اللي قدامنا دي ولد بيجي لي من اسكندريه بقاله سنه ونص بياخد الكوزنتكس. والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، الولد ده بقاله سنه ونص ماركت امبروفمنت حكايه حسن جدا عدا البالم والصول. عدا البالم سنه ونص جيت بقى انتراليجنال استرويد مفيش افكت، اكزايمر مفيش افكت، مع البيولوجيك هو بياخده. قلت له بقول لك ايه، ما تيجي نشفت
اترمي فايا. بص يا جماعه النتيجه دي حصلت بعد جرعتين اللي هي زيرو وواحد ولسه ما خدناش اتنين. هوريكم اسلام ده. بصوا يا جماعه ادي اسلام كل الصور بتاعته هو بس دي بعد جرعتين بالظبط. ودي كانت ريزيستنت وبياخد على فكره الكوزنتكس مفيش عنده اي حاجه في جسمه خالص نسي الصدفيه انما بالموصول زي ما شفتوا كده جت الترامفايا في جرعتين اتنين مساحتها وطبعا ما زال محافظ على ادي الحقنه بتاعتنا بس كان عندي صور تانية. يلا كفايه عليكم كده كل سنه وانتم طيبين. ثانك يو فيري ماتش واشوفكم على خير ان شاء الله. جوائز انيفاجن شكرا لحضرتك يا دكتور ماجد. هايل هو انا متعود كل سنه معلش دكتوره منال بوصيله دي يعني تاج راسي من فوق وانها بتجي لنا من اول يوم والله العظيم يعني مش عارف اقول لك ايه فثانك يو فيري ماتش فيعني دي خلاص ده رول عندنا في ال ده بقى حضرتك انيفاجين تحطه من هنا انسى الشعر بقى انسى الشعر دكتور عمرو بناوي تعالى جنبي بقى هنسال اربع اسئله سهلين جدا جدا. اول سؤال عندك كم نيل في جسمك؟ عندك كم نيل؟ 20 اديها واحده يا عم اديها سقفوا لها تعالى يا صافي تعالى اسالك سؤال قولي لي ثلاثه بايولوجيكس بيشتغلوا على انترلوكين الكوزنتكس بيشتغل على ايه؟ لا سقفوا لها جامد بقى لا سقفوا لها جامد بقى سقفوا لها جامد قوي 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 مين بقى ما تسالش دكتوره تهاني لا سالك سؤال بقى سؤال صعب بقى. لا ولا يهمك حضرت ايه قولي لي ثلاثة انتي سكابيتك موجودين في الماركت سكابيتك اقول الاسماء الاكتوميسترين الايفيرزين اللهم صل على سيدنا محمد في البرايو البنزانيل اهمهم طبعا معلش نفسي اسهل سؤال بقى تعالي ده كفايه ان انتوا قاعدين معايا لغايه دلوقتي سؤال اطفال طيب اسمك ايه؟ يا نسمة قولي لي خمسه انيولر اريثيمتس ليجن في الدرماتولوجي انيولر سرايسس لايكن بلانوس والبتريزس وال ال اي سبع كيوت ال اي برافو باقي لك واحده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اللي هي الارثيما مالتي فورم ماشي يلا شكرا حاجه ثانيه معكش فلوس شكرا يا جماعه جدا لتواجدكم لغايه دلوقتي واخر سيشن بقى وختامها مسك الساحق الباحق الذي لا يصد ولا يرد مصطفى غنيم ابني وحبيبي انا بقول دايما دكتور مصطفى وخلفت في الملاعب دكتور مصطفى خلفت في الملاعب اتفضل يا باشا ميرسي يا باشا ده شرف كبير قوي لينا وربنا يخلي حضرتك ميرسي لذوق حضرتك والله